إزاي الحكومة هتتعامل مع هذا الملف ومع هذا الأمر في ضبط المواقف والمواقف، يعني المواقف العامة، في ضبط المواقف وأسعار التعريفة بتاعة الركوب؟ عايزين نعرف كل هذه التفاصيل من الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. صباح الخير عليك يا دكتور. مساء الخير. عفوا. أهلا بك يا فندم، على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. يا أهلا بيك. هل بدأنا نحط الخطة بتاعتنا عشان نعرف هنتعامل إزاي؟ هو بالفعل يا فندم الخطة وضعت ونفذت منذ الصباح الباكر، زي ما أكد مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يا فندم، أنه حصل يعني تواصل مع السادة المحافظين منذ الصباح الباكر فور يعني زيادة أسعار المواد البترولية من خلال لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول. وبالفعل الزيادة الجديدة في تعريف الركوب لوسائل المواصلات كانت ما بين 5% ل 7%، وبالفعل كما أعلم منذ قليل مع الوزير عن انتهاء جميع المحافظات المصرية من أنها حددت وأعلنت أسعار تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات سواء على مستوى كل محافظة أو ما بين المحافظات والأخرى، وده بعد زيادة الأسعار النهاردة. كذلك الأمر يعني حصل أنه السادة المحافظين منذ الصباح والسادة نوابهم وسكرتير العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كانوا في حالة تفقد لسير العمل، خاصة كمان في البنزينات وفي المواقف العمومية الخاصة بالأجرة والسيرفيس، وده للتأكد من عدم وجود أي مخالفات. كذلك الأمر تطبيق الأجرة الجديدة وعمل بانرات وإعلانات كافية في المواقف للأسعار علشان ما يحصلش أي نوع من أنواع الاستغلال من جانب البعض من ضعاف النفوس. كذلك الأمر يعني التأكيد على ان من يخالف يعني طيب قبل ما نوصل للمخالفة دكتور، احنا خلاص المحافظات، بعض المحافظات حددت السعر وحطت يفط في المواقف عشان الناس تعرف التعريفة بتاعت الركوب هتكون عاملة ازاي بزيادة بالنسب اللي حضرتك ذكرتها. آلية المراقبة هتكون عاملة ازاي؟ آلية المتابعة هتكون عاملة ازاي؟ هيكون عندنا ناس موجودين ثابتين في المواقف المحافظات؟ هتعين ناس ثابتة موجودة في المواقف لفترة عشان تضبط الموضوع ده؟ هو طبعا أول آلية كمان يا فندم إن في ستيكر محطوط بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى البانرات، ده الشق الثاني. السادة رؤساء المواقف العمومية موجودين، كذلك الأمر قطاع التفتيش والرقابة من جانب وزارة التنمية المحلية وبالأفرع بتاعته على مستوى المحافظات موجود. الحاجة كمان التواصل الدائم ما بيننا وما بين أهلنا في المحافظات المصرية من خلال غرف العمليات وأرقام التواصل والخطوط الساخنة اللي المحافظات أعلنتها صباح اليوم واللي موجودة على اللوحات الإرشادية وعلى بوابة كل محافظة من المحافظات، بالإضافة طبعا إلى مبادرة صوتك مسموع اللي رقم الواتساب ده لوزارة التنمية المحلية، رقم الواتساب لتلقي أي شكاوى من أهلنا في كل المحافظات المصرية، وده اللي حصل بالفعل النهاردة. تلقينا العديد من الشكاوى وتم التدخل متعلقة بزيادة التعريفة؟ بالضبط يا فندم. تمام. وتم التدخل على طول من خلال غرف عمليات صوتك مسموع اللي موجودة في المحافظات المصرية واللي بيرأس كل منها السيد السكرتير العام للمحافظة المختص، ورقم الواتساب يا فندم 011 50 60 67 83. كذلك في خط ساخن 15 330، كذلك صفحتنا على الفيسبوك عظيم. صوتك مسموع. كذلك الامر الاليه الرابعه الايميل ادرس طيب. لوزاره التنميه المحليه info@mld.gov.eg. عظيم، كل دي وسائل كويسه جدا، لكن الحل السريع هل مثلا لو لقوا ان السعر بيزيد الراجل المسؤول عن الموقف يقدروا يكلموه في حاجه زي دي؟ طبعا يا فندم، يعني هناك ادارات موجوده لاداره المواقف العموميه اللي موجوده، ولو حصل ده يستطيعوا على طول ان هم يعني يبدوا ده للمسؤول عن الموقف، ده شق. الشق الثاني يستطيعوا ان هم يتواصلوا معانا احنا يعني 7 ايام في الاسبوع طول اليوم 24 ساعه، فاحنا متواجدين فرق عمل على الارض ومن خلال صوتك مسموع نستطيع ان احنا نتدخل لازاله اي اثر لاي شكوى. عظيم. طيب بعض السواقين، مش هنقول كلهم، من ضعاف النفوس زي ما حضرتك ذكرت، ممكن يعمل يتحايل على الامر، اللي هو ممكن مثلا يتفق بحسب الاجره المعلنه وهو ماشي في الطريق يزود الاجره على الناس، وانت عارف الناس اكيد مش هينزلوا، دي حاجه. في بعض السواقين كمان بيقسموا خط سيرهم لنصين، دول هيكون التعامل معاهم ازاي؟
وعشان كده احنا حذرنا من ده، من ترتيب خطوط السير علشان الناس ما تدفعش اكتر من اجره واحده، وفي نفس الوقت الناس ملزمه انها تدفع اللي موجود على الاستيكر او البانر اللي موجود على حسب خط السير. وعلشان كده الامر ده معلن بكل وضوح وكل شفافيه، وارقام التواصل بالنسبه لنا مفتوحه طول الوقت، وعلى اي حد ان هو ما يعني ما يعرضش نفسه لاي نوع من انواع الابتزاز. وبالتالي كلنا لما هنكون ايجابيين هنردع اي حد يعني، وخاصه ان تم تحديد الاسعار بشكل يعني في مراعاه لكل الاطراف، بحيث انه ما حدش يضار من هذا الشان. طيب دكتور خالد، مع ارتفاع سعر سولار بالتاكيد نقل البضائع هيكون غالي، فبالتاكيد ده هينعكس كمان على السلع الغذائيه والاستهلاكيه، ازاي هنضبط هذا الامر؟ ازاي هيكون في تعاون ما بين المحافظه والاجهزه الرقابيه؟ ما علشان كده يا فندم احنا منذ صباح اليوم الساده المحافظين مع رؤساء القطاعات الخدميه زي الاداره العامه للمرور، زي اداره التموين وغيرها، زي الشعب الخاصه برضو المخابز وغيرها، كل دول موجودين على الارض علشان يراجعوا ويتابعوا تاثير الزياده اللي حصلت في الخاصه ب يعني المواد البتروليه على كل هذا الامر. وبالتالي يعني هيتم المراجعه والرقابه بشكل مستمر، ولو في برضو اي مغالاه في اي نوع من انواع السلع يستطيع الناس ان هم يتواصلوا معنا على مبادره صوتك مسموع، واكيد ان احنا على طول هيتم التدخل في هذا الشان. انا بسال حضرتك ليه تحديدا في الامور دي؟ لانه حضرتك عارف انه في الوقت ده بتبقى الدنيا لسه مش واضحه، وكل واحد عنده سوبر ماركت او محل، في بعض برضو من الناس ممكن يرفع الاسعار بطريقه مبالغ فيها ويقول لك ما هو ما سعر السولر رفع، فبالتالي يرفع سعر المنتج لاضعاف مثلا. فانا بسال حضرتك عشان يكون في ضبط لهذه الصوره. خليني اكون يعني مع حضرتك في هذا الشان، علشان كده انه فيما يتعلق باسعار المواد البتروليه الخاصه بالمواد الغذائيه لم تتاثر، الخاصه بالكهرباء كمدخل المواد البتروليه مدخل مدخلات الطاقه او الكهرباء لم تتاثر، وبالتالي من الطبيعي خالص الاجهزه المعنيه سواء كنا ادارات مرور او مديريات تموين الى غير ذلك هتكون متواجده على الارض علشان تراجع هذا الامر. وزي ما قلت لحضرتك انه من الاهميه بمكان ان احنا بنحقق التوازن في المعادله بالنسبه لكل الاطراف، سواء كنا منتجين او كنا بائعين او كنا في الاخر مستهلكين. كل الشكر لحضرتك دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه.